والآن مشاهدينا نتحول بحضراتكم إلى آخر أخبار المال والأعمال. وفاطمة خليل أهلا بك. أهلا بك سحر ناجي، وأهلا بك يوسف عبدين، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة. وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء على الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لملف توافر احتياطي مناسب من المواد البترولية في ظل الظروف العالمية التي فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث تشهد أسعار المواد البترولية ارتفاعا غير مسبوق. من جانبه أكد وزير البترول توافر السلع البترولية عند مستويات آمنة، حيث تحرص الوزارة على متابعة موقف السوق العالمي لحظة بلحظة للوقوف على آخر التطورات وحركة الأسعار التي تشهد تقلبات ملحوظة جراء الأزمة الروسية الأوكرانية. ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن الأسطول البحري لهيئة قناة السويس يتضمن 2 كراكة يعتبران الأكبر بالشرق الأوسط، هما مهاب مميش وحسين طنطاوي. وأضاف المركز أن الكراكتين تسهمان في الحفاظ على أعماق القناة وتنفيذ المشروعات، ويبلغ طول الواحدة منهما حوالي 147.4 متر بعرض 23 مترا. جاء ذلك في الإنفوغرافيك الذي نشره مركز المعلومات اليوم حول أبرز مميزات الأسطول البحري لهيئة قناة السويس، والتي جعلته يمتاز بالقوة والتنوع للمعاونة في عبور السفن وتطوير المجرى وتنفيذ المشروعات الجديدة. أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أهمية تفعيل الجهود المشتركة المصرية الكبروسية لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية وكذا أزمة الطاقة العالمية، وذلك استنادا إلى عوامل القرب الجغرافي وروابط التاريخية بين البلدين. جاء ذلك في كلمة الوزيرة خلال تراؤسها ونظيرتها الكبروسية ناتاسا بلديس لفعاليات منتدى الأعمال المصري الكبروسي المشترك بحضور عدد كبير من ممثلي مجتمع الأعمال بالبلدين في مختلف القطاعات الإنتاجية. تجدر الإشارة إلى تدشين مصر وقبرص اللجنة العليا للتعاون الثنائي على المستوى الرئاسي خلال شهر سبتمبر الماضي، والتي بحثت تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والدفاع ورفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري، وهو ما يعكس الاهتمام بتعزيز ودفع العلاقات لمستوى متقدم ويؤكد الرغبة السياسية المشتركة لتفعيل وتطوير المشروعات القائمة وإطلاق مجالات جديدة للتعاون. نحتاج إلى تقديم دعم عملي للشركات التي تقدم أعمالنا المشتركة معنا، ونحن بالفعل لدينا علاقات ثنائية ممتازة بدءا من رئيسنا ومرورا بعالم الأعمال، لذا نحن كوزارة موجودة هنا لتقديم الدعم من خلال الخدمات التي نوفرها من خلال المعلومات والإرشادات، وأيضا للتأكد ولضمان من أن الشركات التي ترغب في القيام بأعمال تجارية في قبرص يمكن أن يكون لها مسار سريع وسهل من خلال خدماتنا المستمرة. كما نريد أيضا أن نرى المزيد من الشركات القبرصية تستثمر في مصر، وهي في نفس الوقت تعمل على ترسيخ الروابط مع الشركات وجمعيات الأعمال هنا ومع رجال الأعمال الذين يحضرون هذا المنتدى. ويسعدنا أيضا أن تكون لدينا مشاركة كبيرة جدا من قبرص ومصر، ونأمل أن تكون هناك مناقشات مجدية في هذا الأمر. النهاردة لقاء من اللقاءات الهامة جدا في إطار التعاون الثلاثي السياسي بين القيادة السياسية في كل من مصر وقبرص واليونان. وطبعا هذا التحالف الهام جدا سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي بيؤدي ثماره النهاردة، زي ما احنا شايفين عدد كبير من المسؤولين القبرصة، عدد كبير من الشركات القبرصية جاية مصر وبيجوا بشكل متكرر في إطار التعاون بيننا وبين الجانب القبرصي. أنهت البورصة المصرية التعاملات على تراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات أجنبية. تراجع رأس المال السوقي نحو 17 مليار و700 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 724 مليار و399 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، تراجع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 2.64% ليغلق عند مستوى 11240 نقطة. كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70
الكربون متساوي الأوزان بنسبة 2.5% من 100% ليغلق عند مستوى 1921 نقطة. هبط مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 2.75 من 100% ليغلق عند مستوى 2897 نقطة. الأسواق العملات حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، يسجل الدولار الأمريكي نحو 18 جنيه و27 قرشا للشراء و18 جنيه و37 قرشا للبيع. أما عن سعر اليورو فوصل سعره إلى 20 جنيه و3 قروش للشراء و20 جنيه و15 قرشا للبيع. أما عن سعر الإسترليني فوصل سعره إلى 23 جنيه و96 قرشا للشراء و24 جنيه و10 قروش للبيع. بالنسبة لأسعار العملات العربية، وصل سعر الدرهم الإماراتي 4 جنيهات و97 قرشا للشراء و5 جنيهات للبيع. أما عن سعر الريال السعودي فوصل سعره إلى 4 جنيهات و87 قرشا للشراء و4 جنيهات و89 قرشا للبيع. في أسواق المعادن النفيسة، تراجعت أسعار الذهب أكثر من 1% لتصل إلى 1934 دولارا و61 سنتا للأوقية. على الصعيد المحلي سجل عيار الذهب 18 نحو 840 جنيه. أما عن عيار الذهب 21 فوصل سعره إلى 980 جنيه وهو الأكثر مبيعا. أما بالنسبة لعيار الذهب 24 فوصل سعره إلى 1120 جنيه. أما عن سعر الجنيه الذهب فوصل سعره إلى 7840 جنيه. في أسواق البترول العالمية، تراجعت أسعار النفط مع تزايد المخاوف بشأن تباطؤ الطلب على الوقود في الصين، بعد أن قالت السلطات في شنغهاي المركز المالي للبلاد أنها ستطبق إغلاقا على مرحلتين لاحتواء زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا. هبطت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 9 دولارات أو بنسبة 5.4% لتصل إلى 111 دولار و40 سنت. انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بقيمة 5 دولارات و3 سنتات أو بنسبة 4.7% مسجلة نحو 108 دولارات و60 سنت. في أسواق المال الخليجية، قفز المؤشر الرئيسي للأسهم في دبي أكثر من 2% في أفضل يوم له منذ 6 ديسمبر الماضي مع عودة المستثمرين إلى المنطقة. وفي بورصة أبوظبي أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم مرتفعا 6%، كما أنهى المؤشر القياسي للأسهم السعودية مرتفعا 5%. عدلت الهند أسعار البترول والديزل للمرة الرابعة في 5 أيام نتيجة نقص النفط العالمي الناجم عن الأزمة الأوكرانية. ومنذ 22 مارس بدأت أسعار البترول والديزل في جميع أنحاء البلاد في الارتفاع، وارتفعت بمقدار 3.2 روبية أو ما يوازي حوالي 4.2 سنت أمريكي للتر الواحد. وتستورد الهند 80% من النفط الذي تستهلكه، ووفقا للبنك المركزي الهندي من المتوقع أن تخسر البلاد 1 تريليون روبية في الإيرادات المالية بين عامي 2022-2023 إذا تجاوز سعر النفط الخام العالمي 90 دولارا للبرميل. قفزت صادرات النفط الأمريكية في أعقاب العملية الروسية في أوكرانيا، وتحولت كمية النفط المحلية التي كانت تذهب عادة إلى مركز التخزين في ولاية أوكلاهوما ليتم تصديرها عبر ساحل خليج المكسيك. وأظهرت بيانات لوزارة الطاقة الأمريكية ارتفاع صادرات الخام الأمريكية إلى 3.8 مليون برميل يوميا في 18 مارس، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2021. يعتبر النفط الخام الأمريكي جذابا للمشترين العالميين لأنه يتم بيعه بسعر أقل بشكل كبير يقترب من 7 دولارات عن خام برنت. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لصحر ويوسف لاستكمال ما تبقى من السادسة. شكرا لك فاطمة.